هيئة ترانسبيرنسي انترناشنال ايا سو سارتي قيمينتيدا موسوق ماسوق ايه لبدا كون يسدح يلاباتان وربحينتاني هولو سو غابي سي بي اي ايا لغو شاقي ان سوماليا اي سيدي عادادا هيد نقطي كان انتا كوباد ايه دلول كوغو موسوق ماسوق بادان عالم كا وربحينتاني هولو فاقدي هيركا موسوق ماسوق بغول يسيدي تنودان او عالم اها ايا خستي إن آني وحبا سيداوسي بدن اسكا بدلين هاركا مسوق ماسوق يدلالكا عالموكا مدلبية 8 سنة سيدا وربحين تاني لغوحو سي مسوق ماسوقا كاتشرا سوماليا أيا دمان كوبا هاي بلوشادا قيبه دكالا دمان نساميي سيدا هاي دها غاركا دولة دها إيا غرصوركا مسوق ماسوقا أيا نعقبات كون نغضي هرومركا دالكا كدمركي أي دحل سيسي إن سوماليا لو أركو dal aan ku haboonayn maalgashi iyo ganacsi caalami ah taas oo sii kordhinaysa caqabadaha dhaqaale ee jiritaanka Soomaaliya Soomaaliya ayaa si weyn ugu tiirsan kaalmaha shisheeye taas oo loo aaminsan yahay inay ku tiirsanaan taasi ay abuurtay fursado musuqmaasuq sidoo kale na warbixin ay soo saartay hay'adda Transparency International ayaa 2019kii ku sheegtay in Soomaaliya kaalinta 9aad ay ka gashay wadamada ugu musuqmaasuqa badan caalamka balse sanadkan waa kaalinta koowaad dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa hore meesha uga saartay qiimeynta CBI-da kuna sheegtay mid aan la isku halayn karin oo been abuur ah iyada wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle uu hore ugu hanjabay inuu daaweyn doono hay'adda Transparency International Saami Xasan Ereg wararka laanta af Soomaaliga ee CBI TV ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي اديق انترنتك اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هدبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيز كاغا يو غوبتا دا شقو فضلا نقل سوحيدي نمبر كا غابن 121